أو كتابة النص على البرنامج أو في البرنامج. بالنسبة إلى النافذة، البعض ربما قد يقوم بحذف أو بإغلاق هذه النافذة ويحتار كيف يعيدها إلى مكانها. الطريقة سهلة بسيطة ولا تحتاج كثير من التفكير، عليك الضغط مرتين سوف تظهر لك إعدادات الأدوات على النافذة من اليمين. نأخذ النافذة، نضغط بزر الماوس الأيسر ثم نأخذ النافذة ونعيدها إلى مكانها على هذا النحو، سوف تعود إلى المكان الخاص بها، ثم نقوم بغلقها من هنا، بغلق النافذة كي لا تتغير من مكانها مرة أخرى. أما بخصوص تغيير اللغة، إن أردت تغيير اللغة من الإنجليزية إلى الفرنسية أو إلى العربية وتحب العمل على هذا البرنامج باللغة التي تفضلها، نذهب إلى إيديت، نختار بريفيرونس، ثم نذهب لتغيير اللغة. إن أردت العربية تختار اللغة العربية، أنا أختار الفرنسية، سوف أذهب والبحث على اللغة الفرنسية فرنش، أختار اللغة الفرنسية ثم أضغط على أوكي ثم أوكي، ثم أقوم بغلق البرنامج. بعد غلق البرنامج أعيد فتحه كي أجده قد تغير من اللغة الإنجليزية إلى اللغة البرنامج تغير من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الفرنسية. نبدأ بالمشروع لنتعرف بعض الخصائص فيه. نبدأ بفتح صورة جديدة، نوال إيماج، لكن الخصائص الصورة أو العرض والطول هو 640 على 400. توجد لدينا كذلك خاصية وهي خاصية الألوان، مثلا كولر بريمير بلان. الكولر بريمير بلان هو الموجود بالأسود هنا، متواجد هنا بالأسود. الكولر أريد بلان وهو الأبيض المتواجد بالليل الأبيض هنا. أبيض يعني يبقى أبيض افتراضي أو شفاف، نحن نختار اللون الأسود إن أردنا ذلك. نختار اللون الأسود، نضغط فاليدي، ثم نذهب إلى اختيار الفرشاة. الآن الفرشاة لا يمكن رؤية ما نكتبه لأن اللون نفسه اللون. نستطيع تغيير اللون من هنا، نختار اللون الأبيض. بعد اختيار اللون الأبيض يمكن الرسم بالفرشاة. الآن إن ضغطنا على الفرشاة سوف نجد أن الخصائص الخاصة بالفرشاة قد يمكن التحكم فيها. مثلا في عرض الفرشاة من هنا يمكن التحكم في عرض الفرشاة، أو الشفافية أو السمك، الشفافية بالنسبة للون نتركه كما كان 100%. وبعض الخصائص الأخرى الخاصة بالفرشاة مثل تغيير شكل الفرشاة من دائري إلى مستطيل أو مربع،